هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة. السوقة جمرة، تقرميشة تونسية وبنة عالمية. سيدة عالبنة متفهمين. عسلامة ومرحبا بكم بحضنا في الكوجينة. معايا الشيف أمين. شيف أمين جاي من نابل. أي من عندك اون باتيسري اسمها كينغ. كينغ هكا اسمها باتيسري كينغ. بولانجري باتيسري كينغ، تلقاو فيها اختراعات والكل اللي قدمهم لكم اليوم في البرنامج الكوجينة سبيسيال 2019. أي سبيسيال رمضان 2019. سبيسيال رمضان 2019 والغسيت متاع اليوم ما نحكيلكمش، روعة. اليوم نعملوا قدرة قادر، قدرة قادر بالمصري. هي ستيل كيك مولوه من الفوق ومعها كراميل وكريمه وبرشا حاجات بنين. ننصحكم تجربوها بالحقيقه. جربوها سهله، تبعوا معنا مليح. معنا باش نعمل شوربه نحبها تعز عليا برشا، اللي هي شوربه القرع. نستحق القرع الاحمر، شويه بطاطا، شويه بصل، وبالطبيعه دجاج كويستو. نستحق زيدا. الو باش نشعل النار اونتر طون شلنسي الشربة متاعي وبعد نجيك شيف كملوا مع بعضنا لي روسيت. نستحق جوزة الطيب باش نفوح الشربة متاعي، وشوية ملح، وشوية فلفل أكحل. وكي العادة كيما نقول سر الشربة البنينة ما تجي كان في التقلية متاع الخضرة، والقرع يقبل برشا التقلية. دونك أول حاجة باش نعملها باش نخلي القرع متاعي والبصل الزوز يتقليو مليح مليح. دونك باش نحط البصل والقرع، البطاطا لي بيان سور ما نقليوهاش خاطر سينو تعمل كروت وتولي بطاطا مقليه، دونك ما لازمناش بيان سور. دونك توا هذوما باش نخليهم يتقليو مليح، نحط لهم الملح تاعها والفلفل الاكحل هلا، وجوزة الطيب اللي هي تجي بنينة ياسر في الشربة هذايا. دونك جوست ناخذوا الكعبة تاع نواد موسكات اوب ونربيوها على الخضرة نتاعنا. فوالا، وهكا باش نخليوها هي تقلى، باش نمشيو اونتر طون فريمون، باش نخليهم لو طون اللي نعملوا الكراميل نتاعنا ونبداو نقدموا في الغوسيت، باش نخليهم يتقليو بالكدا بالكدا الخضر نتاعي. يلا شيف راني معاك. قبل ما نبداو لازمنا نفسروا للساده المشاهدين كونه الكراميل الكيك هذا باش يتخدم مقلوب بالعكس الونفير، باش يطيب الونفير، ومن بعد في الاخر في الدريساج سوراسيات نتاعو نقلبوه ويهبط الكراميل العكس، يعني ستيل كيل فلون هكيك بالضبط. دونك لازمنا نطيبوا الكراميل نتاعنا. لهنا 100 غرام سكر، عندنا 100 غرام سكر، 100 غرام سكر و30 غرام ماء. 30 غرام ماء، استنى دقيقة ومشيرة الأخرى شنو باش نطيبوا. هذا بينا ما نحركوش، جوست يلسفي الماء وصل للبارتيات الكل نتاع السكر من غير ما نحركوه وما نوصلوش السكر باش ما يطلعش الفوق ويوحل. من بعد نقولوا شبي السكر نتاعنا تسكر والجو هذاك. دونك ما نمسوش الكراميل نتاعنا. يوصل يولي كي دوري 160 160 165 نصبوه في المول نتاعنا. باهي اوكي. وتوا باش نلمسوا باش نحضروا الكريمة اللي تصب من بعده. يلا اوكي. دونك كريمه عاديه باش نعملوها. باش ناخذ عظم كويستو. اي عندنا عظمه كامله. اي عظمه كامله، خمسه عظمات. خمسه عظمات كاملين. اي اول مره راه كريمه بالعظم كامل.
هاي فما لا اللي فما دي كريم سيترون مثلا بالعظمه كامله فما كريم سيترون بالجون دو دونك خمسه كعبات عظم خمسه كعبات عظم عندنا السكر لهنا قولي 100 غرام سكر مغرفه 100 غرام سكر عندنا لهنا لا هذه فوي جا 100 غرام سكر خمسه كعبات عظم والسكر مليح. زيدة هدايا اللي نكهته بالزهر تاع فانواز هلا نتفطر نحطوا الحليب 450 غرام حليب يغلي جو بونس سي سا فوالا 450 مليلتر من الحليب ديليس يغلي ونعملوا الكريم باتيسير نتاعنا كي العاده ونطيبوا الكريمه نتاعنا اونتر طون شيف انا الخضره نتاعي تقليت مليح راه وريت كيف خليتها نسيتها على ليميت نحركها دو طون زون طون خليوها تتقلى مليح 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 وتوا بويوار نتاعي مولينكس باش نمرقها دوبها دوب الخضره ما اكثرش كي تسكن بعد نزيد ماء خير من نغرقها في الماء اي اون فوا مرقت كيف من هكا نحط البطاطا اي فوالا توا تلنسى الشربه نتاعي نتاع القراع الفلوتي نتاع القراع من بعد باش نزيدو شويه كريم فريش وشويه شيخات اما بور لانستون نخليه هكا يطيب ومعاه باش نحط فخذ الدجاج تاع كويستو باش نخليه غاديك يطيب باش هو بيدو يسيب المطعم البنين نتاع الدجاج قبل ما نرحي باش نخرجو نفتفتو ونعاود نحط ولا تنجمو ترحيوه مع الشربه فمع بيد انا الحقيقه نحب ديما نقول لكم الشربه ماذا بيا اللي تاكل واللي تشرب دونك ديما ماذا بيا في الشربه نخلي الدجاج ولا اللحم ولا اللي هو كامل ما نرحيهش فوالا وتوا باش نتنقلوا مع بعضنا للغوسيت نتاع الكانيلوني باش نعمل اون صوص طوماط رابيد فيسا فيسا دونك صوص طوماط نتاعنا بالطبيعه بالطماطم جوده ماني باش نسحق كان للطماطم شوية فلفل أحمر ملح فلفل أكحل معناها بلو رابيد ظهر لي ما فهميش فوالا تري بيان دونك مغرفة نحط مغرفة باهية ملح شوية فلفل أكحل شوية فلفل زيت خليها شوية أنا نموت على التقلية مغرومة برشا بالتقلية هلا أنتر طون باش نحضر الفخس نتاعي اللي هي باش تبدا متكونة من القوطة ومن الدجاج باش خلطهم الزوز مع بعضهم الدجاج جوست دجاج كويسو كويستو فيلي دو بولي كويستو رحيتو مليح وباش نخلطو مع القوطة صدقوني الخليط نتاع الزوز هكا مع بعضهم وهو يبدا مرحي باش يعطي بنة للدجاج نتاعنا هذايا تقلى دونك باش نمرقو وانت الحليب بدا يغلي الحليب نتاعك يغلي دونك فازي شيف نصبوه نصبوه على العظم والسكر والسكر فانواز نصبوا منه شويه مش نرجعوه في وسط ال هلا باش ترجع طيبو اي ستيل كريم باتيسير هلا باش نعملها خفيفه اليوم مانيش باش نعمل اون بيشاميل من الفوق باش نحط جبن وكهو باش تقعد لي خفيفه الكانيلوني نتاعي تقعد خفيفه شويه ملح بيان سور شويه فلفل اكحل
بالنسبه لتطيب السكر اللاسيس نتاع تطيب السكر ماذا بينا من اللون نحطوه على نار هاديه بعد يمشي فيه يبدا يغلي نقوي له في الكاس باش ما يتسكرش. الرسيت هذه تشد اليد شويه مي اون فان كونت ريزولتا طياره على الاخر. اي اي انا نعرف ذقتها عندك وحاجه روعه تبعوا معاها مليح. بالنسبه للكريم هذه نحن انا زدت فيه تروا قول كيك هذا فهمني زدت فيه دي فريز مقصوص مي كونجلي شويه باش كي نحطوه مع الكريمه ما يتحلش. وفي الكيك عملت السيترون كونفي والمونت. هايل ياسر. هي مش مشتعقات كيما الكريم باتيسير خاطر ما فيهاش نشا ولا ما فيهاش فرينه. دونك علاش حطينا العظمه كامله؟ علاش حطوا العظمه كامله؟ باش تعطي التكستير السمحه. كيما الكريم انجليز شويه. الكريم انجليز ما فيهاش بلوندور. وي. سافا. سي بون. هنا نحطوها. هذه باش تخليوها تبرد لهنا خاطر السكر مازال ما حضرش نحطوها في غاز مقوى. قوي برشا هذاك الشيف. هي جوست لهلي ما يخوفش. لهين بي. باهي. نقصوا شوي. فوالا. اونتخ تون السوستومات نتاعي انا حضرت دونك ما بقى لي كان لازمها تكون راهو ليكيد شويه علاش؟ على خاطر الكانيلوني نتاعي ورده مانيش نطيبهم من قبل دونك جوست باش نحط مغرفه سوستومات من اللوطه. دونك لازمها تكون ليكيد خاطر هما باش يطيبوا في وسطك الصوص طومات هذيك. نجموا من بعد تزيدوها بيان سور الثوم اللي تحبوا انتوما. انا اليوم حبيت نعملها فريمون خفيفه واقل مكونات ممكن. دونك اوب من اللوطة نحط شويه طماطم نتاعي وتوا باش نعمل فرشه كانيلوني. نقعد نعمل هكاك حتى لين من الاخر بالكل باش نعباها بالجبن غورمان تاع ديليس. حضر ولا مازال؟ سي قريب. سي في 150 هذا تو. 150 بالنسبة للجماعة اللي ما عندهمش لابيتود يجمعوا ياخذ الترمومتر يعني يستعملوا الترمومتر. وسينو بالعين بالله عندك شي اون استوس شيف؟ سينو بالعين 118 سينو بالعين الكولور. اللون كيفاش اللون هذا؟ اللون يبدا ذهبي. قريب توا هذا ديجا ذهب على الجناب والوسطاني مازال ما ولاش ذهبي فهمتني. مثلا عندنا الفازه نتاع الماكارون مثلا السكر نتاعو في 118 وانت ما عندكش ترمومتر كيفاش تعرفوا؟ تاخذ صحفه صغيره فيها الماء وكي يبدا يغلي هو انت تبدا تتبع يل سوفي هبطت القطره نتاع السكر وقعدت اللوطه ستابل يعني وصل 118 قعدت قطره اذا تحلت مازال ما وصلش. صافا عندنا تو ديجا ها داكور فازي شيف نتبعوا معاك تبعوا مع الشيف. انا بجوز باش نعمل لي كانيلوني نتاعي فارسي. نصبوها في المول. المول الريسيت هذه نتاع مول نتاع 20 سنتيمتر حاجه كيما هكا. داكور. سواء مول نتاع كيك ولا مول سيليكون كيما هكا، نحن اخترنا الكوتي فيزيوال في المول سيليكون هكا تعطي ازين. نحركوا الكراميل باش يدور على البارتيات الكل. نقعد نحرك حتى لين يبرد ويكبش في البلايص الكل. صافا سي بون في لي بارتي الكل السكر نخليوه يبرد هذا تو يباس ومن بعد باش نصبوا الكريمه. اونتخ تون نعملوا الكيك. اي الميكس نتاع الكيك تعطينا المقادير نتاع الكيك. بالنسبه للكيك عندنا زوز عظمات كويستو عندنا سكر فاني فانواز عندنا 130 غرام سكر غلاس اي عندنا 30 غرام حليب اي 110 غرام زيت. كل شيء باش نحطوه في الماستر شيف تاع مولينيكس؟ لا مش كل شيء كل حاجه وحدها. نقول في الريسيت 125 غرام ورده و5 غرام ليفي فانواس. تري بيان باش ناخذوا قبل كل شيء هذه
ناخذ ماكينتنا المولينكس ماستر شيف اللي تعاوننا ياسر في كل تحضيرات في كل تحضيرات باتيسيه. عندهم قام لارج تبارك الله. بالنسبة للاستيس نتاع العظام نحطوه نركضوه وبعد نحطوا السكر ما نحطوش مع بعضه. داكور. دونك عظام انتي كامل. هي عظام كامل. صبوا السكر فاني. والسكر جلاس. دونك لا حطينا العظم دورناه شويه حطينا السكر فاني والسكر جلاس. انا الكانيلوني نتاعي احضر ما بقى لي كان نحط له جبن غورمون ندخله للفور 180 درجه لمده تعلق لي 35 40 دقيقه. بالنسبة للزاستيس نتاع الكيك فما كيك ستيل جينواز وكيك ستيل سابلاج بالباليت. ماذا بينا الجينواز هذايا كيك ستيل جينواز نطلعوا العظم مليح مع السكر باش يطلع الكيك مفوش. لا خليه مش ديجا مش نزيدوه ال اي حليت لك باش نزيد الحليب نزيدوا الحليب وال دونك زدنا الحليب الزيت الزيت الكمية الكل تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا الكوجينا. فوالا خدمتو ما نطلعوش برشا في الفيتيس. لهنا تو باش نزيدو الخميره والفرينه والفرينه ورده الخميره نتاع فانواز بيان سور لو فور شيميك في لي كاتو خلطوها شويه هكا. داكوغ. هوب تميزي شويه ديما نخلطو بشوي. هكا سي بون نزيدو الزيت وال توا باش نزيدو الزيت والنعناع. التوش نتاعي انا النعناع والفروي والسيترون كونفي. تري بيان. فوالا بونس كو توا اوكي صافا توا حاضر. الكيك نتاعنا حضر. الكيك حاضر. توا ناخذوا الكريمه هذيا الكريمه اللي طيبناها من قبيل. السكر نتاعنا برد ديجا يباس في القاع نتاع المول. فهمتني نزيدوا شويه الفريز هذوما خلطوهم. والاستيوس نتاع الفريز تكون بارده مثلجه شويه كم سا ما تسيبش. ونصبوا قد اللي نحبوا كريمه نحن ديجا هذا بينا ما نصبوش ياسر نصبوا قد اللي نحبوا. اوكي باش نخليوها تبرد شويه هذه تو باش من بعد نصبوا عليها الكيك. لازمها تبرد تيباس شويه من الفوق باش الكيك ما يدخلش في الكريمه ما يدخلش في وسط تقعد ديكوش الكريمه نتاعنا. اي دونك من بعد ندخلوه للفور. ندخلوه للفور على 150 حكاية سويعة وربعة سويعة وربعة دراج مي يطيب في باماري ما يطيبش طول. ورينا الباماري كيفاش ساعة نحطوا المولة نتاعنا في وسط مولة كبيرة وكي نحطوه في الفور نصبوا الماء فميكا
باش من الماء ما يدخلش في الكيك. بريسك اكثر من نص بشويه نتاع المولة. اكثر من نص بشويه نتاع اكثر من نص بشويه نتاع المولة باش يطيب على نار هاديه كما نقولوا نحن. والسكر ما يتسكرش من اللوطه، فهمتني؟ من بعد ما نخرجوها ندخلوها شويه الكونجيلاسيون باش تبرد الكريمه. من بعد ما كي نشيو باش ندريسيوها في الصحن تتقلب، فهمتني؟ كل شيء يجي على بعض. تري بيان. دونك توا باش ما بقى لنا كان باش نحطوا الكيك هذيا البارتي كيك مع الكريمه وعلى الكراميل 150 درجه هكا 150 لمده سويعه سويعه وربع. احنا نتلاقاو من بعد فاصل صغير باش نشوفوا لا فان نتاع لي ريسيت. مازلتوا بحذينا في الكوجينه من الريحه البنينه نتاع الكانيلوني اللي طابوا، وين سورتو هالجاتو هذيا فينالمون كي طاب با ماري. سي نورمال شاف الكريمه هكا زاد تيب هي بيدها هي طيب طيب هي ستيل كيك وكريمه وكراميل. يميمتي انا اول ما خدمتها يميمتي خليني انت انا اول انا ولد الدومين واول ما خدمتها يميمتي. دونك هوني جوست شويه كريم فريش دي هنا مش نعملوا شويه ديكوراسيون تو لهنا خلي كمل تكمل الديكوراسيون كريم بيس ديليس. انا السوب نتاعي طابت اكد جيش نحيته سبل حتى شيء ما رتيتو شيء وتوا بالبغاء اوب باش نرحي ستني كان الكريم فريش ديليس سوبيريور هذيا الليكيد اللي هي راهو ما تستحقش الطياب. جوست انا باش نعطيها غلوه غلوه في وسط السوب نتاعي هوب وكهو هاي كغليت سي جوست باش نعطيها ان كوتي فلوتي شويه نخليها هكاكا رجع دجاج يسخن نشيخ عليها السوب هذايا السوب نتاعي المفضله الحقيقه تجي هكا فيها شويه حلاوه نتاع القرع شويه مش برشا ماهيش سكري بالكل جو شويه حلاوه نتاع القرع. جيب لي الديسير نتاعك شاف حطوه بحذايا حطوه هنا اي ريت التكستور نتاعها اون فري كريم معناها لازم فريمون تكون ليكيد انكتيوز. جربوها جربوها سورتو واعطيونا رايكم انتي بعدكم على الباج فيسبوك الكوجينه جربوا الغوسيت هذيا وتذكروني راهي بنينه 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 كي نقول لكم اون غوسيت راهي ناجحه راهي مجربه ومش مره مش اثنين. اي فوالا خليك شاف تعمل لي تنظيفه صغيره اونتروتون انا باش نعمل القهوه نتاع جولدن كوفي. جولدن كوفي نذكركم اللي لي كابسول هذوما تنجموا تلقاوهم تشريوهم ديريكتومون اون ليني على الباج فيسبوك نتاع جولدن كوفي. نذكركم زاد اللي على الباج فيسبوك نتاع جولدن كوفي تلقاو ان جو يمكن لكم باش تربحوا عمره. مشوا على الباج تلقاو لي ديتاي الكل. الجو من عند ديليس. واو واو كل جاتو كل جاتو كل جاتو شيف حاجه بنينه ياسر القهيوه الجو نتاعنا كل شيء حضر. ميرسي شيف ميرسي بوكو على الغوسيت نتاع اليوم عاودوها راهي حاجه روعه. عندنا الكريمه عندنا الغله عندنا الكوتي كيك عندنا الكراميل عندنا من فوقك شويه البروده نتاعنا. ديجا عملنا رابيل التوسكي اللي موجود لداخل اكزاكتومون موجود وعندنا النعناع باش يعطينا لو كوتي فريشك. ميرسي ميرسي مره اخرى ليكم انتم اللي تتفرجوا علينا كل نهار على قناه النسمه. نهاركم طيب شهيه طيبه وباي باي. We'll be right back.
هذا البرنامج برعاية وردة سرها المحبة. الفرقة جمرة تقرميشة تونسية وبنا عالمية. سيدة عالبنا متفهمين.